Você. إمامكم أمير المؤمنين على المنبر يسمع في الأنبار، الأنبار لا زالت في العراق الآن مشتعلة، يسمع بالأنبار جنود معاوية دخلوا على نساء مسلمات ويهوديات ونصرانيات ومن أهل الكتاب، فيتألم بأبيه، يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم، أنا أقرأ لك يا هذا النص أنت سامع، بس عندي مسألة فقهية في أريد أقولها لك، لأنه أهم شيء في الرواية الدراية. يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم، وهذا أخو غامد، وقد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، معاهدة يعني المسيحية واليهودية، فينتزع حجلها وقلبها وروعثها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحاب. ثم انصرفوا وافرين، ما نال منهم رجلا كلم، يعني ما فيهم جريح ولا قتيل ولا أريق لهم دم. بعدين ماذا يقول الإمام؟ هاي المسألة الفقهية سامي. يقول: ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا، سمع بهذا الخبر ومات أسف وحسرة وحزن، أنا ما علومه، لو يموت نفسه يعني من الألم، ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جدير. الآن وين المسألة الفقهية؟ الإمام يقول: هذا إذا رجل واحد منكم مسلم مؤمن يسمع هجوم جنود معاوية على نساء مسلمات ويهوديات ونصرانيات، أو يجلس يبكي ويلطم ويحرق نفسه إلى أن يموت من الحسرة، يقول: أنا ما ألومه. زين، هذا ما تأخذ منه دليل حبيبي، دليل كبير، إذا كانت امرأة مسلمة من سائر النساء ويهودية ونصرانية تتعرض لجنود يهجمون عليها، الإمام يقول: إذا واحد يموت من الألم ما ألومه. أنت إذا تقيم عزاء الحسين وتذكر المخدرة زينب سلام الله عليها، ويجيك واحد يقول لك: لا تلطم على الحسين، اللطم حرام، لا تؤذي نفسك، أذية النفس ما تجوز، والإمام علي يقول: إذا واحد يموت من الألم ما ألومه. يموت يعني شنو؟ يعني من الحسرة، يبقى يصيح ويبكي ويدق على رأسه إلى أن يموت، الإمام يقول: لا ألومه أبدا. فكيف يكون مع أهل البيت؟ كيف أنت تسمع الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين مربطة بالحبال؟ وهذا الشاب اللي سألني، بعدين أجاوبكم عن قضايا في وقت آخر، بس لاحظوا أحبتي، تسمع سبية، سبية لبني أمية، في تاريخ بني أمية السبايا مكتوبين، عندهم سبية عمرها 3 سنوات اسمها رقية بنت الحسين. فكيف الإنسان يملك نفسه حبيبي؟ تسمع أنت امرأة جالسة في بيتها مخدرة، سيدة نساء العالمين، يهجمون على دارها، يحرقون دارها عليها، يكسرون ضلعها، يلطمون وجهها، حتى نطفت القرط من أذنها، نقفت القرط من أذنها، كيف الإنسان ما يبكي عليهم حبيبي؟ كيف ما يبكي عليهم؟ ولذلك تلاحظ هالليلة بيت أمير المؤمنين أوحش ما يكون. أنتوا شوفوا لما تدفن عزيز عندك، خصوصا إذا كانت أم البيت، لها أثر كبير الأم في البيت، وخصوصا إذا كانت شابة وعندها أطفال صغار مثل الزهراء سلام الله عليها، شابة الزهراء وعندها أولادها كلهم صغار، أكبر واحد فيهم 7 سنوات عمره الإمام الحسن،
الإمام الحسين عمره 6 سنوات، زينب عمرها 5 سنوات،